بدا شكروا طاقم الخيمة الرمضانية على المجهودات اللي عدل. الحقيقة كانت ندوة إن صح التعبير، ندوة مهمة، ناقشت أهم الأدوار اللي ضروري يقوم بها الإعلامي، وعرفت بالإعلام المقاوم، وناقشت مسائل ثانية تتعلق بالدور المحوري للإعلام في تعريف القضية الوطنية وفي كسر الحصار الإعلامي المفروض على المدن المحتلة وجنوب المغرب. وكذلك من هذا المنبر نوجه تحية للإعلاميين الأوائل اللي في الراديو الوطني واللي في مجلة 20 باي، ووجههم لتحية لإخوتنا في السجون المغربية، وأخص بالذكر الإعلاميين اللي نعرفهم كاملين، كيف حسن داه وبشير خد والحسن العلي مولي اللي هو محكوم غيابيا، وتحية مولي للشهداء الواجب الإعلامي اللي هو معروف، تحية لهم.